دلوقتي بقى هنشتغل على الجزء التاني في الماركت ريسيرش. تعال بقى نتكلم على الجزء بتاع الاوبريشنال كويشنز او الجزء بتاع التنظيمي. انت دلوقتي خلاص فهمت الماركت شوية، فهمت الاودينس بتوعك وعملنا البروفايل بتاعهم. دلوقتي بقى المفروض هنشوف على الاوبريشنال والخدمات اللي انت المفروض هتقدمها. انت دلوقتي محتاج تتاكد هل انت هتقدر تأدي الطاقة الانتاجية بتاعتك او الوحدات المتاحه بالنسبه لك للكلاينت. يعني مثلا ما ينفعش يجي كلاينت يقول لي والله انا محتاج بدور على حاجه مساحات استوديو، حلو، اقول له لا والله يا فندم انا مش عندنا حاجه استوديو. هنا عندك في مشكله، تمام؟ هنا مفيش استوديو، يبقى في عندك مشكله. والله انا محتاج مساحات معينه، او انا محتاج تقسيط على عدد معين. اكتب لك استوديو علشان تبقى فاهم، تمام؟ انا محتاج مساحات محدده، تمام، او محتاج طرق تقسيط معينه، محتاج اقسط على. هل عندك، جالنا قبل كده كلاينت بيقول والله هل عندكم حاجه باقساط متساويه؟ تمام، كان هو ده اللي بيدور عليه. هو محتاج يشتري حاجه انفستور معاه مبلغ، ومحتاج ان هو بيخش له دخل شهري، محتاج يظبط عليه حاجه يدفعها كل شهر، تمام. فقلنا له لا والله يا فندم مفيش. طب حد تاني جه، والله انتوا عندكم وحدات، المفروض عندكم وحدات اخدها والمفروض اشتغل عليها ان انا اجرها بعد كده. لا والله مفيش وحدات سكنيه، ده في وحدات تجاريه بس لو ممكن تعمل فيها كده، انما مفيش سكنيه. كل الحاجات اللي بتقول عليها لا، ايه الحاجات اللي عندك هتقول عليها لا؟ وهل انت عندك حاجات وفاريتي كتير تقدر تشتغل عليها ولا لا؟ حته الفاريتي والوحدات واليونتس اللي تشتغل عليها وتكون موجوده بشكل كبير وتشتغل معاك في اكتر من نقطه وتتبادل فيها الادوار مع الكلاينت نفسه وتحاول تقنعه، لان انت عندك بدائل كتير. زي بالظبط كده الكلاينت اللي بيخش يبص على الرف، عندك مفيش غير منتج واحد. طب انت عندك بدائل تانية، طب انا محتاج مقاسات مختلفة فيه، طب انا محتاج موديلات مختلفة فيه، هي نفس الفكرة. طيب انت عندك السيلز تيم، هو اصلا كويس هيقدر يمانج السوق ده، تمام؟ طبيعة السيلز في السوق عامل ازاي؟ دلوقتي والله احنا عندنا سيلز كفء جدا، حلو. طب السيلز بقى اللي في السوق بتاع الريال استيت عاملين ازاي؟ هل انت جربت تتكلم بتوع السيلز؟ زي ما بيتقال كده عندنا كده في السوق بتاع الريال استيت، هو انت بتعمل سيرفي بتشوف الشركات مقدمه ايه وبتسجست ايه، تمام؟ هي نفس الفكره بتاعت السيرفي، بتكون عشان كده بيقول لك والله احنا، انا دلوقتي عايز اشتري، وتلاقيه بيسال على حاجات معينه ما يبقاش فاهمها ولا بيسال فيها ولا طبيعه السؤال بتاعت عميل العادي. هل طيب تعالى كده نتكلم على المندوبين. انت عندك مندوبين يقدروا يغطوا السوق، عندك مندوبين يقدروا ان هم يشتغلوا على ده. طب احنا المناديب ممكن تشتغل معاهم بطريقتين في السوق. هنا عندك في السوق بنشتغل مع المناديب باكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه انه هو بيكون معاك مندوب بياخد برسنتج 1%، او السيلز ريال استيت بياخد 1%، تمام؟ وبعد ال 1% دي بيكون ليه مرتب ثابت، جزء من مرتب ثابت، وبياخد الكوميشن بتاعه، تمام؟ طيب في حاجه تانيه، في مثلا حد ما بياخدش مرتب، هو بياخد كوميشن عادي شويه 4 5% من اجمالي الكوميشن بتاع الشركه اللي بتبيع او الشركه البروكر. والله ده اللي المفروض احنا بنقدمه، واحنا مالناش دعوه باي حاجه تانية. انت بتاخد البروجكتس مننا وبتقدمها للكلاينت، وتشتغل ايدز مع نفسك، كل حاجه مع نفسك، وتبتدي ان انت تبيع مع نفسك. دي اوبشنز بتقدمها. فهل انت عندك فاريتي مختلفه للسيلز تيم بتاعك تقدر تشتغل عليها، وتقدر تشتغل على باكتر من طريقه مع السيلز، والسيلز هيقدر يبيع ويكون على كواليفايد عالي مع دي؟ كلها اسئله لازم تسالها لنفسك، ولازم تحطها في دماغك، عشان في الاخر ممكن نبني استراتيجي، نيجي نبني بلان، نيجي نبني بوينت معينه، تلاقي نفسك فاهم، عارف كل النقط الصغيره والكبيره في المجال بتاعك، كل النقط اللي انت محتاج تعرف. طب انت ازاي هتجهز الماركت بتاعك
تمام عشان يشتري المنتج ده. تمام، انت لو شركه ديفلوبر محتاج تهيئ الماركت شير بتاعك علشان يشتغلوا على النقط دي، يشتغلوا على النقط دي. طيب هل الناس هتشتري من الشركه دايركت، الشركه الديفلوبر دايركت، ولا الناس هتشتري منك انت؟ يعني لما يجي لك عميل، الاستراتيجيه اللي هتشتغل معاه بيها تقول له والله انا شركه ديفلوبر، وتاخده وتروح على شركه ديفلوبر، ولا هتجيبه عندك ويبتدي العميل يشتغل مع الديفلوبر بشكل عادي؟ طيب عندك هتشتغل بأني طريقه؟ هتشتغل مع الناس عن طريق مع العملاء، او الواي بتاع السوق بيمشي ازاي؟ هاي بيتسامع مع العملاء، زمان كنا بنتابع عملاء مع العملاء تليفون فاكس بتاع لو احنا شغالين كوربريت. تمام، دلوقتي هل انت هتتابع معاهم على الواتساب، جروبات الواتساب اللي بنقعد نشتغل عليها والطرق بتاعت الواتساب ومتابعه الكلاينت عليها، ولا انت هتشتغل عن طريق المندوب هو اللي هيروح للكلاينت؟ والله الكلاينت اتصل، طب يا فندم احنا محتاجين، بعض الشركات بنشتغل بنفس الطريقه، محتاجين نحدد ميعاد مع حضرتك علشان نجي لك نشرح لك البروجكت ونقول لك ونديل معاك ونفهمك التفاصيل كلها. تمام، فانت ايه الطريقه او السيستم اللي هتشتغل عليه مع الكلاينت نفسه؟ تمام، طيب هل انت هتشتغل على موزعين او هتشتغل على اكتر من شركه؟ يعني ايه موزعين اصلا في الريال استيت؟ في حاجه اسمها كده في الريال استيت؟ اه، هل انت بتشتغل بان انت يكون ليك سيلز تيم في كل منطقه، ولا انت بتشتغل سيلز تيم از جروب؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا معايا السيلز دول الديستريبيوتر او الموزعين بتوعي او السيلز تيم بتاعي بتاع اكتوبر، وده السيلز تيم بتاع العاصمه، وده السيلز تيم بتاع الساحل وما الى ذلك، ولا انت هتشتغل على كل مجموعه تيمز معاهم مجاميع افتراضيه او مجاميع مختلفه من التيمز او من المشاريع؟ حاول تفكر في الاسئله دي وتجاوب على الجزء بتاع الاوبريشنال ده، وتقول لي المفروض هتعمل ايه فيهم علشان نراجعهم سوا ونكمل الجزء الباقي.